معلش تعرف عليك؟ بس محمد مختار عباس. ايوه عم، انا من اسيوط بس بقالي هنا 20 سنه في مصر، معايا 6 عيال، الـ6 عيال دول في المدارس، وانا راجل لا مؤاخذه يعني عربيه بسرح بيها وبلف بيها ومش مكفي عيالي، وانا اساسا في الاصل مزارع، يعني انا يعني بحب الزراعه جدا جدا، ورحت لوزير الزراعه كذا مره يقول لي في اجتماع مش عارف فين. عايز ايه من وزير الزراعه؟ كنت عايز اقدم يديني حته ارض. قالك ازاي يعني؟ يديني حته ارض ازرعها. يعني انت يعني هو وزير الزراعه بيفرق اراضي؟ لا مش بيفرق اراضي، انا دلوقتي عايز حته ارض يدعاني بالسعر اللي هم بيحددوه. ايوه يعني في مثلا اراضي معروضه للبيع انت عايز منها تاخد دور، ولا هو اصلا الوزير ما فيش حد بيفرق اراضي يا حاج؟ انا عارف ان ما فيش حد بيفرق اراضي، بس انا دلوقتي يدعاني مثلا يعني كل سنه مثلا يعني في تقسيم معين هم عارضينه للايجار او للبيع كوزاره. اه فين هو بيتكلموا عنه هنا في التلفزيون على قناه الزراعه دي، بيتكلموا عنها كتير، بيقول لك ندي الفلاحين زرعوا ويزرعوا وينتجوا ومش عارف ايه. يعني انت بتقول وزاره الزراعه بتقدم اراضي للمزارعين بقسط معين او بطريقه معينه؟ قسط، اه بقسط معين. هم انت قدمت اوراق؟ يعني هم مش هيشحتوني، هم يدوني بس فلوس رمزيه. ايوه انت قدمت الاوراق اللي انت عايز بيها؟ انا دي تقدم ما حدش راضي يقبلها مني. اشمعنى يعني؟ ما اعرفش، وانا اساسا زراعه، هم اللي يقول لك الخريجين بياخدوها وبيبيعوها وبياخدوها كمان وما بيزرعوش. يعني انت تتوافق فيك الشروط يعني لاخذ الارض؟ اه الحمد لله، انا يعني مزارع وكنت بزرع في مزارع في اسكندريه، ماشي، كنت بروح مزارع وبزرع فيها، بس رحت بقيت مقيم في مصر. الورق ده مين اللي بيستلمه؟ ورق اللي انت عايز بيه الارض مين؟ انهي جهه بتستلمه؟ عايز دليل حد يوصلني لحاجه ان انا يعني ايدي يدوني حاجه حته ارض ازرع فيها. انا مش عايز منهم غير حته ارض ازرع فيها بس، انا وعيالي، يعني انا معايا 6 عيال كبار، مع يعني تعبانين برضو معايا، وساكن مش معايا بيت ولا معايا ارض ولا بتاع، وبحب الزرع جدا وبحب الزراعه، وانا عايز اخدم بلدي، انا مش عايز منهم حاجه، انا عايز اخدمهم بس. شكرا. اديني حته ارض لما اقعد بيها انا وعيالي. شكرا. لا اقل بس، مش شاكلني بيها. الف شكر.